ونفتح الآن ملف حوارنا الثاني هذا المساء. فبين التحذيرات الإيرانية للسعودية من تبعات عدم خفض الإنتاج ومحادثات الرئيس الفنزويلي خلال هذا الأسبوع في الرياض، وحرب أسعار المشتعلة بين العراق والسعودية في الأسواق الأوروبية والآسيوية، يلف الغموض مستقبل السوق النفطية في ظل تضارب تحليلات الخبراء والمراقبين. ينضم معنا من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان. بداية دكتور محمد، كيف ترى المشهد الحالي في سوق النفط العالمي ما بين تجاذبات اقتصادية وأخرى سياسية في مختلف الدول سواء كان من أعضاء منظمة أوبك أو غيرهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن السوق الأيام هذه يقوم بعملية تصحيح لمحاولة لسحب الفائض الكبير الموجود في الأسواق والذي تراكم عبر السنوات الماضية. أما التجاذبات التي نسمع عنها، فأود أن أذكر بحقيقة أساسية، وهي أن اجتماع أوبك الذي كان في 27 نوفمبر قد كان القرار قرار المنظمة قرارا بالإجماع، وبالتالي كل هذه الدول التي تحاول أن تلقي اتهاما هنا واتهاما هناك بأن دولة معينة أو دولا معينة تحاول التأثير عليها غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يتخذ أو تتخذ المنظمة قرارا إلا بالإجماع. نعم. أيضا كيف ترى دكتور زيارة الرئيس الفنزويلي إلى إيران ثم إلى الرياض في جولة سميت بالجولة ربما يعني لتقريب وجهات النظر إن صح التعبير ما بين طهران والرياض؟ هي محاولة جيدة، وعلى فكرة اليوم الرئيس الفنزويلي هو في زيارة لروسيا، لأن روسيا لاعب كبير، وكونه أنه هو خارج تخفيض الإنتاج لا يمكن هذا، قد تكون في الماضي. الآن الأوبك مجمل إنتاجها لا يمثل أكثر من 32% من مجمل الإنتاج العالمي، وبالتالي لا يمكنها وحدها أن تتحمل عبء التخفيض، ولذلك ربما يحاول الرئيس الفنزويلي من خلال جولاته المكوكية أن يتوصل إلى حل جماعي يرضي الجميع، لكن لا يمكن أن تلقي العبء على المملكة العربية السعودية في هذا المجال. نعم. لماذا تلام دكتور محمد السعودية دوما ومن أكثر من طرف بأنها هي المتسبب في خفض أسعار النفط إلى هذا الحد؟ لا، تلام لأنه يعتقد كما كان في الماضي أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تستمر في أداء دور السوينج بروديوسر، المنتج المرجح، وهو ما كانت تقوم به في الماضي، بحيث أنه لو انخفضت الأسعار تخفض تلقائيا مع بعض الدول، لكن يعرفون تماما بقية دول الأوبك وخارج الأوبك أنه حتى لو التزموا بتخفيض إنتاجهم سوف يكون هنالك تجاوزات وتجاوزات كبيرة. والآن المحاولة لكسب نصيب السوق قد أدى كما ذكرتم إلى اشتعال المنافسة بين المنتجين، ليس فقط المملكة العربية السعودية والعراق، وإنما هنالك الكثير من المنتجين الذين بدأوا يعطوا خصومات سعرية، ومن ثم نتيجة لانخفاض أسعارهم نتيجة للخصومات بيزيدوا من إنتاجهم بالنسبة للدول التي تستطيع زيادة إنتاجها. من هنا كانت الضغوط على أسعار النفط لتنخفض وتستقر في حدود 48 اليوم قبل أن آتي إلى هنا. نعم. من المستفيد دكتور برأيك من هذه يعني من هذه حرب الأسعار الآن القائمة؟ هناك أيضا حرب أسعار مشتعلة في السوق الأوروبية والسوق الآسيوية من بعض البلدان سواء من منظمة أوبك أو خارج المنظمة. أنا فتصوري أن الدول المنتجة جميعها بما فيها المملكة ليست مستفيدة من انخفاض الأسعار في الأمد القصير. ربما طبعا هذا مثل الدواء، حينما يمرض سوق النفط وتبدأ الدول الأوبك في تبني دواء قد يكون طعمه مر في الأمد القصير وقد يكون له بعض الأعراض، لكن تدريجيا سينعكس بصحة وعافية على أجسام دول الأوبك. أنا في تصوري الآن بنذوق هذا الطعم المر وتذوقه كثير من الدول بدرجات مختلفة، لكن أنا أتصور أيضا أن كثير من التغيرات التي ستحدث، لا ننسى أن هنالك تغيرات جذرية حدثت في سوق النفط، وأننا بصدد
دورة اقتصادية جديدة لسوق النفط، يتغلب فيها بمعنى آخر المشتري هو المتحكم وليس البائع، فهذه حقيقة لابد من تبنيها. برأيك دكتور محمد يعني الآن اسمح لي على هذه المقاطعة، ولكن الأحداث السياسية القائمة في الشرق الأوسط، الأحداث السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، هل أثرت بشكل أو بآخر على أسعار النفط؟ الأحداث السياسية كانت في الماضي تؤثر وتؤثر بشكل كبير. الآن نسمع أن هنالك انقطاع في الإمدادات الليبية، ونسمع أن هنالك بعض الأحداث في بعض الدول المنتجة، ولا تحرك بالنسبة للأسعار. والسبب أن الأسعار استمرت في حدود أكثر من $100 لأربع سنوات متتالية، تخوفا من العوامل الجيوسياسية والتي كانت بدأت بمحاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، وانتشرت إلى أن وصلت إلى العراق وداعش وسوريا. لكن السوق الآن استثنى هذه العوامل وبدأ يركز على الماركت فندمنتلز، أساسيات السوق، وهي التي تتحكم اليوم في الأسواق. وعلينا أن ننتظر. أنا لا أؤيد أن يعقد اجتماع طارئ الآن، أنا لست طبعا راسم سياسة، لكن أعتقد لابد أن نعطي السوق وقتا. نرى أنه النفط الصخري بعض يعني النمو، معدل النمو في النفط الصخري بدأ ينخفض إلى آخره، فالتأثيرات قد تكون بطيئة، وقد تكون المرونة السعرية للطلب والعرض قريبة من أنها تكون عديمة، لكنها تدريجيا سيكون هنالك تأثير في صالح المملكة والدول المنتجة. لدي سؤال أخير دكتور محمد، وإن أذنت لي باختصار، أنتم كمراقبين ومحللين وخبراء في سوق النفط تلامون بشكل أو بآخر بسبب تضارب آرائكم وتحليلاتكم، يعني بأن الغموض يلف سوق النفط في قادم الأيام بسبب هذه التضاربات، باختصار لو تكرم دكتور محمد. عزيزي، مع رواج سلعة النفط أستاذي الفاضل، هنالك الكثير من، لا أقول الدخلاء، ولكن كثير من الاقتصاديين الذين ليس لهم باع في مجال النفط، ونجدهم يفتون هنا وهنا، وهؤلاء الذين يؤثرون في الأسواق. لكن مع كل احترامي، هنالك بعض الخبراء المتميزين الذين وضحت الصورة لهم. أنا ذكرت أنه انخفاض الأسعار هذا سيكون بأقل، على أقل $30 من 2013 في حديثي لجريدة الحياة بتاريخ 4 ديسمبر، ومتوقع، لأنه من يقرأ السوق ويعرف التغيرات الهيكلية التي حدثت يتوقع هذا الانخفاض والانخفاض الكبير. نعم، المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد الصبان من جدة، كنت ضيفا معنا، فشكرا لك.